الحمد لله. راينا ليه؟ نعم. راينا باند ليه؟ راينا باند احنا طبعا هي مبدئيا انا كل سنه طيبين وانا سعيد بحضرتك وعيد سعيد طيبين مره كمان. انت انا طبعا راينا باند هي كلمه راي يعني راي يعني كلمه راي ذات نفسها راي. فاحنا بنقول راينا راينا احنا في الموسيقى. حلو. فابتدينا اللي احنا بنلعب كفرز وعشان ننتشر اسرع واحنا الحمد لله يعني محترفين فيه وكاد يكون احنا الوحيدين في مصر اللي بنعمل الشكل من الموسيقى ده اللي هو من الموسيقى ده ومحترفين فيه متميزين. طبعا الموسيقيين كلهم عاشقين للراي طبعا لازم يكون لازم يكون عاشق للراي طبعا صح. وبعد كده بنبتدي دلوقتي نعمل اغاني الاوريجينالز بتاعتنا احنا الحنة وكلماتنا احنا فبنجتهد يعني. يعني هتعملوا راي بتاعكم مظبوط مش هتغني كفر لحد ان شاء الله. ده في الطريق اللي احنا بنعمله دلوقتي حاليا. انا بكتب جزائري بكتب مغربي على قد ما بقدر بس بخلي حاجه اسمها اللغه الجزائري او المغربي البيضه اللي هي تكون واضحه شويه للناس اللي بتفهمها حبتين. مظبوط. والالحان طبعا الراي الحمد لله ربنا مديني موهبه بسيطه كده بلحن الحمد لله رب العالمين. ومعانا برده الباند فيهم ناس شاطين نور برده عبيد عنده بعض الالحان الجميله فبنجتهد ان احنا نطلع حاجه بتاعتنا مجهود الباند عشان كده سميناها راينا احنا. راينا احنا. طب ممكن بعد اذنك تعرفنا على اسماء الباند واحد واحد. اوكي. طبعا ابتدي بالقائد شريف سالم بيز جيتار. شريف لسه لاعب حته كورد اصلا خلاني عملت كده اللي هو يا نهار ابيض. طبعا شريف سالم هو المدرسه لموسيقى الراي هو بيسمع موسيقى الراي يعني كمان الموسيقى الشعب الراي الجزائري الشعبي. انت بقى بتسمع زهوانيه مظبوط كده ورزقي وحسني وعقيل حقيقي. اصل انا قديم في موضوع الراي لا واضح بسم الله ما شاء الله. ومعانا على الدرامز طلع كده بودي عبد الله عبد الله شريف بودي بودي. ومعانا جيتار ليد معانا نور عبيد نور. ومعانا على الاورج ايمن رمضان ايمن. ومعانا دربوكه دربوكه اللي هي الطبله اند بركشن هو معاذ عسكر. معاذ انا كنت مركز جدا يا معاذ معاك والله العظيم جدا مش متصور. طب ده بالنسبه لي مهم قوي مساله انه ما حدش هيعرف يعمل فعلا باند راي غير لو هو بيحب الراي حقيقي. انها مش موسيقى سهله حقيقة. او ومش موسيقى ما فيهاش فلسفه يعني صحيح. دي حاجه تانية خالص. صحيح صحيح صحيح. هي موسيقى الراي انا بشوفها دائما ان هي اسمها موسيقى الراي هي قائمه على الموسيقى اكتر من الغنى واكتر من كل حاجه فكلها متجانسه كده. الموسيقى بتجوف الغنى بتجمل الغنى صح. فموسيقى الراي هي ليها تاريخ التاريخ الاندلسي وي 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 فهي ليها تاريخ فلازم الانسان يكون متعمق قوي في التاريخ ده وفي الثقافه دي جواها قوي قوي وعاشق لكل ما هو في شمال افريقيا في كل صح. دول بلاد المغرب عاشق صح. ليها او روحه بتنتمي كده تلقائيا لهناك لان احنا بنغني الثقافه بكل ما تحتويه من الثقافه لبس اكل شرب حياه طبيعه البلاد دول المغرب الصحراويه فلازم انا كفوكال ابقى فاهم الغنى بتاع الشمال افريقيا عامل ازاي. هو ليه علاقه بالجبال والصحراء مظبوط فازاي بيكون الصوت الاجش وبيطلع منه الغنى الجميل فلذلك غنى الراي هو ما هو سهل وفي نفس الوقت ما هو صعب بس لازم تكون عاشق ومحب للموسيقى دي عشان تقدر تقولها ازاي منغمس جوه غرقان جوه ثقافه الراي. دي حقيقه دي حقيقه. انتوا بقالكم قد ايه؟ احنا بقالنا ما يقارب 6 سنين. حلو. احنا طبعا احنا انا بلعب بغني من زمان خالص جدا وكان اول باند عملته 2003 اسمه الكيتكات. اوكي. بلعب راي انا نوبي اصلا من اسوان بلعب احسن ناس. الله يبارك عليك. احسن ناس. بلعب سوداني وراي. حلو. وكان طبعا الباند الجميل ده كله كانوا اسمهم ترانزستور بيلعبوا الموسيقى الخاصه بتاعتهم هم. عارف ترانزستور وعارف كيتكات. ايوه مظبوط كده. فهم طبعا من زمان فاحنا توقفنا انا توقفت لعبت مع باند تاني اسمه صحراء وهم لعبوا كتير لعبت معاهم فتره كويسه وبعد كده هم لعبوا توقفوا ففكروا كده ايه اللي ممكن نلعبه طب احنا بنحب الراي يلا نعمل راي مين اللي يغنيه هو هاتوا محمد بيومي. قعدوا يدوروا عليا كتير كده كنت غطسان كده جابوني الحمد لله وابتدينا بزنس المشروع بتاعنا الحمد لله بمنتهى الحب لموسيقى الراي والحمد لله يعني اجمل حاجه بشوفها ان الجمهور بيصدقنا يعني الجمهور الجزائري والجمهور المغربي بيبقى سعيد وفرحان وده مهم جدا ده الامتحان بتاعنا اللي بيسمعك بيصدقك اللي انت بتقدر تقول ده كويس جدا يعني. انا من الناس اللي ما بتعرفش تكتم افكارها يعني انا لما اقعد افكر انا فعلا مش هزار انا عارف ترانزستور كويس وعارف صحرا كويس وكتكات. طيب سؤال بقى انا ايه اللي يخليني اغامر بعد ما عملت ترانزستور خلينا ان احنا كنا المرحله بتاعت من 2003 او من 2000 لحد 2011 صحيح. مساله الالترناتيف ميوزك او الاندر جراوند كانت لسه اسمها اندر جراوند مظبوط حقيقي
بس مع بعد 2011 2012 خلاص ما بقتش اندر جراوند، بل بالعكس صحيح. انتشار شديد جدا ورائع وحلو ومفيد. طب ايه اللي يخليني اتنازل عن البراند اكويتي دي؟ صحيح. يعني بعد عملت ترانزستور، طب ما انا اكمل ترانزستور، بعد ما اشتغلت انا عملت كيت كات وعملت واشتغلت مع صحراء، ما انا اكمل كده، ايه اللي يخليني ابدا فروم سكراتش من البدايه؟ صحيح. بان انا اشتغل على باند جديد ونعمل مزيكا راي. صحيح، ده سؤال جميل جدا وسهل جدا وصعب في نفس الوقت. هو احنا عملنا ده او القدر هو اللي جمعنا في ده رقم واحد، لكن ليه توقفت ترانزستور عن موسيقاها وليه توقفت كيت كات عن موسيقاها؟ هي حصل اختلافات في الفترة دي من 2003 حصل اختلافات كتير والأمور بقت تجري بسرعة رهيبة جدا جدا، فحصل حتى اختلاف في السمع بتاع الموسيقى، اختلاف في الكلمة، اختلاف في اللحن، الريتم بدأ يبقى سريع جدا جدا. حصل لخبطة كمان في فترة ما بتاعت الثورة، توقفت صحيح. الحياة، ومن هنا اتغير لون كل حاجة ما قبل وما بعد. فكنت انت لازم الإنسان يتطور، ازاي نقدر نتطور بالشكل اللي يخلينا نواكب ده؟ طيب احنا هنطلع شلون الموسيقى عامل ازاي؟ طب خلونا الاول احنا بنعشق موسيقى الراي جدا جدا. موسيقى صعبه، ولو عملناها كويس محدش هيعملها غيرنا في مصر، فالقدر جمعنا اللي احنا نعمل ده كويس جدا، تبقى نافذه بالنسبه لينا في مصر، اللي احنا نتشاف زي ما احنا جينا عند حاجه كده والناس كلها شفنا فوق راس طبعا، والناس تشوفنا ومن هنا نبتدي تقدم الموسيقى بتاعتك زي ما قلنا اللي هو الموسيقى الراي بتاعتك، تبقى نافذه، الراي هو نافذه لينا ومشرفه طبعا لينا، بنعملها بكل حب، ونبتدي نفرد او نحط الاغاني بتاعتنا الجديده اللي احنا كاتبينها بالحاننا، وده اللي احنا عملناه يعني. طب وبرضه لما في سؤال لازم يجي على ذا، ايه اللي يخليك تسيب الاغاني النوبي وهي لون صحيح. ومتفرد صحيح. ومطلوب وبيكبر؟ صحيح صحيح. انا كنت طبعا انا مبتدي غنى من سن صغير جدا، من 17 18 سنه. انت عندك كام سنه يا عم؟ انا عندي 42 سنه. عمال يقول لي 42 كلك شباب لسه بدري، لما تبقى قدي هتعمل ايه؟ ربنا يبارك، عايزين واحد يستخبى من هنا ربنا يبارك يا رب. فابتديت غنى احتراف في المناسبات بتاعتنا والافراح من سن 18 سنه وتوقفت سنه حوالي يعني 2008، كنت توقفت غناء السوداني عشان كنت بغني ده مع ده عندي الباند بتاعي وعندي ده، فكان مرهق بالنسبه لي، توقفت على الغناء في الافراح والحفلات بتاعتنا. انا بشوف ان ما في كتير قوي شباب مجتهد كتير نوبي بدا بلاك تيم وغيرهم بداوا يعملوا حاجات كتيره ناجحه جدا صح. فليه انافس انا في شيء اوريدي هم بيعملوه بشكل حلو؟ ايه اللي انا كراجل نوبي اقدر اعمل شيء مميز تاني ومختلف عن الموجود، وانا قادر ان انا انافس ده بكل سهوله. اغني الغنى السوداني والنوبي بتاعنا، وطبعا احنا معانا معاذ عسكر والده الفنان صبري عسكر، فنان عظيم طبعا، صاحب اغنيه الكون كله بيدور. فعندنا طبعا يعني عندنا خزين كبير اقدر اطلع بيه، لكن انا دائما قلنا انا بحب الصعب، انا بحب الصعب. ليه ليه ما اعملش الصعب قوي اللي يقدر يخليني متميز او منفرد عن غيري؟ هو عشان كده انا خدت ده. يعني عارف الحكايه فعلا تخلي الواحد يقعد يفكر بمنتهى العمق، اصل انت داخل في ملعب في لا دول مش عمالقه، عارف انت الالهه الاغريقيه، في الهه اغريقيه كده بتاعه الراي طبعا في الناس اللي هي واصله جدا زي مامي طبعًا وخالد طبعًا ورشيد طبعًا وفضال ومش عارف ايه، وفي الناس اللي هم معروفين قوي جوه الموسيقى دي تاريخيا زي ما كنا بنقول بقى زهوانيه ورزقي وحسني وهكذا. فانت دخلت بقول لك ايه، انت سمعني حاجه على ما اقعد افكر انت عملت كده ليه؟ ده تحدي مذهل.